أنا من الأخير أنا أطالب في باصات خضر وعلى بعد توصل صوتي لجميع أنحاء العالم. طلعنا نجيب بطارية للتليفون، ما اللبنانيين قالوا لي لا تطلع، كلها حواجز قال على الطرقات ومخابرات ودنيا وكذا. يعني والله هلا واحد عند محل التليفونات مصلح قال لي دير بالك، قال لي طريق المطار والسفارة الكويتية وكذا كلها حواجز، عم يوقفوا سوريين وعم يعبوهم السيارة. قال لي معي إقامة؟ إنه إقامة. الموضوع تخطى موضوع الشعب.